من أرض السلام، من بيئة حاضنة للإبداع، من رمال الصحراء وحداثة البناء. من الآن وعلى شاشة الآن أسعد الله مساءكم بحلقة جديدة من برنامج تحدى نائل. برنامج تحدى نائل البرنامج المميز اللي رح يستمر معاكم على طول شهر رمضان المبارك، 30 حلقة مع 30 مؤثر من مؤثرين وسائل التواصل الاجتماعي أتحفونا بإبداعهم. اليوم احنا رح نجيبهم ونتحداهم ونطلع لكم حقائق ومعلومات ما رح تشوفوها إلا ببرنامج تحدى نائل، أحد برامج منصة عيش الآن، المنصة الشبابية الأولى اللي بتهتم في الشباب، ولأنه إحنا دائماً بنؤمن بالشباب فعم نجيب لكم مؤثرين من هذا المجال. اليوم ضيفي مميز جداً، تميز بخفة دمه وبالضحكة اللي رسمها على آلاف منكم أنتوا اللي عم بتشوفونا الآن. بصوت واحد رحبوا معي بغيت مروان من سوريا. أهلاً وسهلاً فيك غيت. هلا والله. أهلاً وسهلاً. هلا فيك. أهلاً وسهلاً. والله مع بوسه. شو اهلا وسهلا بك غايد، كثير انا مبسوط فيك وشكرا لقبولك تحدي نائل. شو شعورك انه جاي اول شاب انا على البرنامج واليوم انت حتخسر؟ والله شعور كثير حلو. طبعا زي ما حكى غايد هو اول شاب بنستضيفه، استضفنا 12 مؤثر واليوم اول مؤثر بيكون معنا غايد مروان، وقلنا الشرف بهذا الشيء انورت واشرف. تسلم. اهلا وسهلا غايد، ما شاء الله عليك 125,000 متابع على الانستغرام. 26 126,000 متابع على الانستغرام. رسمت ضحكه بخفه دمك وبإبداعك بفيديوهاتك اللي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إنستغرام يوتيوب، لكن آلاف من المشاهدين، ملايين من الناس رح يحضروا الحلقة سواء الآن أو سواء بكرة على تلفزيون الآن الساعة 10 مساء توقيت الإمارات أو على اليوتيوب بأي وقت، بس يا ريت لو تعرفنا بحالك لأنه أكيد في غيرهم آلاف ما بيعرفوك. أكيد طبعاً. أنا اسمي غيث مروان من سوريا، ولدت بلبنان وعايش طول حياتي بالإمارات، عمري 26، عمري 26، تخرجت هندسة ديكور بس بشتغل سوشيال ميديا كمان بشركة ألمانية بدبي، وعايش حياتي انفلونسر وبصور أشياء طبيعية، يعني ما يعني بصور يعني حياتي كلها على الستوري مبدئياً، فإنه ما في شيء مخبى. حلو كثير غايت، إن شاء الله تكون الحلقة ممتعة. أنا اليوم تحديته لغايت وغايت قبل التحدي، رح ننتقل لأول تحدي فتابعوا معنا لتشوفوا مين رح يفوز، نائل أو غايت. غايت غايت تفضل. تعال تعال جاهز. أورجيك. طيب أول تحدي عودناكم عليه اللي هو البيبي فود، رح نلعب أنا وغيت ثلاث مرات ونشوف مين رح يفوز. إذا أنا فزت عليك رح أسألك 15 سؤال، لكن أوكي. إذا أنت فزت رح تتحداني بتحدي معين وأنا أرجع وأسألك 15 سؤال، يعني ما في مهرب من الأسئلة. شو هاد؟ هذا مش هاد. طيب يلا، معناته الكرة معي. يلا. ما في. يلا. خلي لي حارسك هيك لفوق. هون الكرة من هون بدها تنزل. واضح إني لعيب. يلا ماشي. تفضل. عشان تكون عادلة. 3 2. حتخلي حارسك هيك؟ يلا. جو. شايفك. يلا يلا يلا. هاي أول جول. هاي أول. 1-0 لإلي. هاي بس تمويه مشان أنت تشوف تحس طيب إنك ماشي. إنك لعيب. وهاي ثاني جول. شو هذا؟ طبعا مالك. يلا يلا الاخيره. جول جول شباب قلت لك لازم يعني لازم تجيب جول. لا تتسرع. خلص خلصت ثلاث جولات حكينا. اوكي ثلاث جولات فكرت طبعا 2-1 لإلي انا اللي فزت. غيث انت قبلت التحدي، تفضل معي خلينا نبلش بالاسئله. اهلا وسهلا. غيث ما شاء الله زي ما حكيت 126,000 متابع على الانستغرام، شهرة واسعة على الفيديوهات على الانستغرام وعلى اليوتيوب كمان، احكي لنا كيف وصلت لهي الدرجة من الإبداع في إنتاج الفيديوهات والمحتوى تبعك؟ هو شوف أنا بلشت أول شيء بفيديو ما كنت حاط ببالي أصلاً هالموضوع كله، يعني بلشت من قبل 4 سنين تقريباً، صورت فيديو عفو وهيك نزلت على الانستغرام، قلت خليني أشوف يعني كل الناس عم تنزل فيديو، فنزلت فيديو وانتشر أول ضربة. فشفت اجاني 500 فولور، فانا كيفت انه 500 اوف شعور حلو. شعور حلو كثير. فضليت ماشي على هالمبدا انه ضلني اصور فيديوهات وشوف لوين بدي اوصل. فاول شيء بلشت كهوايه، انه فهمت انه بس هيك انه شيء على جنب انا بسويه وقت الملل انا واصحابي. بعدين قلب الموضوع انه صار عن جد شهره، انه لما اجى اول واحد صور معي بالشارع قلت بس وصلت اللي بدي اياه، فهمت؟ ايه. فبعدين بلشت الموضوع انه لا بدي اشتغل لحالي مشان هذا حيفيدني لقدام. بعدين وصلت اللي وصلت له ونحاول نلحق الترند يعني ونصور فيديوهات بتضحك على اساس. طيب حلو. طيب غيب احكي لنا شو كان اول فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي؟ شو كان الفيديو اول فيديو؟ اول فيديو. وهل انت يعني لقيت الشهره من اول فيديو او تغلبت لقيت فيديو 2 3 10 لو وصلت للفيديو اللي صار ترند؟
هلا كل فيديو يعني كان يجيب لي شويه شهره، فهمت؟ انه مثلا اول فيديو جاب لي ناس معينين، بعدين صور فيديو ثاني صار في يعني فئه ثانيه. بس في فيديوهات عندي ضربت ترند، وهذا شيء حلو يعني. بس شو هو كان اول فيديو؟ اول فيديو كان وقتها انا واصحابي قاعدين بالسياره، فهلا لو بقول بحس بايع فهمت قد ما حضرته. بس كان انه انا طالع من السياره من الجنب على اساس انه انا سوبرمان، مبين اني انا طاير من السياره فهمت، بس انا قاعد ورا وهيك ومتشربك وابصر شو بالهواء، فبدي عليه الشباك بقول له عندك عصير، بيقول لي بيعطيني عصير وخلص بروح فهمت. بس هيك كانت الفكره، فالناس قاعده بيقولوا انه هذا كيف طاير من الشباك، معقول على البسكليت، معقول على شغله ايه، فالناس انخوتوا شوي فهمت. فانشهر الفيديو ضرب يعني مش الحال. وفي فيديوهات تانية طبعا كمان يعني، فيديوهات كوميديه، فيديوهات عن الاب، فيديوهات عن الام، فيديوهات عن رمضان، حلو يعني سكتشات هيك بسيطه من الحالة ترند ايه. فكان يعني بعملها بطريقه عفويه فهمت، يعني وقت بصور اشياء بقول اوف هذا حلو خلينا ننزله دايركت، ما بنكون مخططين اصلا انه كاتبين سكريبت او موضوع انه نصور هالفيديو. يعني الناس بتصير تقول لي اوه هذا الفيديو حلو نزله عندك، فبصير نزله انا بكون نزله مثلا بس ستوري ايه، فبيضرب معي وماشي على اراء الناس. والحمد لله الفئه اللي عندي كثير يعني متفهم الموضوع فهمت، يعني مثلا لما احكي اي شيء بيعرفوا مثلا هذا مزح، هذا حلو، هذا منيح، هذا مش منيح، يعني ما بياخذ دائما الشيء اللي انا بحكيه بجديه او بطريقه غير يعني مش حلوه. حلو. وهذا السؤال للصبايا، لكل الصبايا اللي عم يتابعونا وعم يشوفونا على اللايف واللي حيشوفونا بكره واللي حيشوفونا على اليوتيوب، انت مش مرتبط؟ لا. وكنت في علاقه وتركت. شو السبب؟ السبب شوف انا ما كنت امن بالابراج، بس هلا اي حدا برج سرطان ما يقرب مني ابدا، ما بدي اشوف وجهه. بس لا انه ما اتفقنا ابدا، يعني ما كان في اتفاق مثل ما قلت لك يعني في، وخاصة وانت ادرى بهالشيء كمان، يعني لو كان الواحد بالسوشيال ميديا ما في يلتزم في اشياء، ما في يلتزم فيها، يعني مثلا شويه غيره ممكن تدمر لك حياتك بهالموضوع. نعم صحيح. بس من ناحيه اللي عم تحكي عني كارتباط وكهالاشياء، فلا ما كان في نصيب، بالعكس كانت تجربه يعني حلوه، وكل واحد يعني شاف الطريقه ومش الحال يعني. وهلا انا حاليا ما عم بركز على هالموضوع انه اخطب او اتزوج، عم بركز على حالي هلا، عم بحاول اشوف انه انا مين، لشو بدي اوصل، بعدين ان شاء الله بعد سنتين ثمانية ايوه سنتين ثمانية بنفكر بالموضوع. طيب احكي لنا غيث اسماء ثلاث مؤثرين بوسائل التواصل الاجتماعي ما بتحب تشوفهم بالسوشيال ميديا. ما بحب اشوفهم، ما بتحبهم نهائي، مش كاشخاص، ما بتحب تشوف حساباتهم بالسوشيال ميديا. بدك تكنسل لي اصحابي انت. اوكي اسماء مؤثرين مش اصدقاء. طيب اللي حول اسمائهم ما يزعلوا مني. اوكي اوكي لا يا زلمه احرجتني والله كثير، احرجتني كثير. انت قبلت التحدي، هاي المصيبه. اوكي رعد حداد صاحبي وصديقي، بس غير شوي يا اخي غير شوي، بس انت شاطر ما شاء الله عليك يعني. اوكي هذا واحد منهم. ثاني شخص ما شاء الله عليه شغال تمام، بس لو بيعرف الطريق الصح. لا بحب اشوفهم، سوري بحب اشوفهم بالسوشيال ميديا اوكي، بس زمان فوتني بالحيط انت بهالسؤال والله. هيك عجبتنا. عجبتني. سمي ثلاث مؤثرين ما بتحب تشوفهم بالسوشيال ميديا، او انت بتحب تشوفهم بس في توجهات معينه لازم انهم يعملوها عشان يصير الحساب مناسب هيك بنظرك. بالضبط. حلو هذا السؤال. اوكي خلص نعدل الفكره. ايوه رعد حداد، في عندك طيفور، في عندك لا طيفور ماشي تمام والله. الشخص الثالث هيك انت عم تحكي الاسم وعم تنفي فبيبطل انه نفس الاسم. انا عم بحاول برر مشان لو يجي حكاني بعدين اقول له انا بررت. بس اعتقد انه بس اثنين، في شخص ثالث بس والله في شخص دائما بنتقده بس والله ما خطر لي هلا نسيت شو هو. خلص خلينا شخصين لازم. طيب خلص ما في مشكله شخصين. طيب اعطينا تجربه فشل مريت فيها. تجربه فشل ما بعتبرها تجربة فشل، ما في عندي تجارب فشل، الواحد بيتعلم من كل تجربة بيكون. نعم. فيها والنجاح ما بصير إلا بعد الفشل، هذا الشيء كنا متفقين عليه. بالضبط، فهي تجربة. نعم. أوكي ولم تزبط. أوكي بس كانت إنه
تجربه حلوه بس ما زبطت وكملت حياتي اللي هي لما ارتبطت العلاقه. طيب يقال بانه صوتك كثير حلو وحابب تسمعنا شيء على الكاميرا. فيك تعطيني اسم الشخص اللي يقال انه صوتك كثير حلو وبدك تسمعنا شيء على الكاميرا؟ صوتي زباله. بدنا نسمع شيء. لا اوكي، لمين بتحب تسمع؟ لمين ما بدك، لك حريه الاختيار. هيك اول ما تحس يلا انتوا انتوا اللي بتتابعونا زكفوا له هيك اعطوه الموسيقى. فرج على الكاميرا على الموبايل على الناس اللي بيشوفونا اللايف. ايوه سمعنا شيء حابين نسمعك اليوم. غني معي. انا ما حغني، انت الضيف وانت اللي قبلت التحدي. اوكي انا لو بغني معك بنجيب العيد. هذا المطلوب. اوكي اغنيه نصيف زيتون ما راح اغنيها، حاكل الكلمات انا موجود. لا بدنا نغني، بدنا نسمع. طيب بعرف عندي ماضي ونقط سوداء ما بتنعد واني عامل اشياء ما سمعتي عنها بعد. يلا كمل، يلا كمل انت معك. لا انا ما بدنا نجيب العيد على الهواء. ان اللي بس خلص. طيب يلا زقفوا له. فينا اروح اغسل وجهي على لا 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 ما في. طيب غيث عندي سؤال لك كمان، احكي لي لو في يوم من الايام اهلك رنوا عليك او كنت قاعد معهم وحكوا لك احنا ما بدنا السوشيال ميديا لازم تعمل دي اكتف الاكونت، كانش الاهل لا بتروح مع قرار اهلك او بتكمل في السوشيال ميديا؟ لا شوف شو اللي صار، انا اول ما بلشت بالموضوع اول كم فيديو كنت لسه انا بالجامعه، فكان عندي تقريبا شي 10-15 ألف واحد، فكان بابا يدخل لعندي دائما يقول لي شو هال 15 ألف واحد اللي بتلحق لي اياهم، شو بدك فيهم، روح ابصر شو ركز مستقبلك، شو بدك فيهم لحق لي، شو هالهبل اللي بتعمله من هالحكي. فمره كنت انا بلبنان كنا نازلين على نهر عم نسبح وهيك يعني طالعين طلعه عائليه، فبتيجي بنت بتقول بتيجي بنت بين العيله بتقول غيس مرحبا انا بتابعك ممكن اتصور معك؟ بابا هنو تصور مع هاد؟ قال لي ايه، فاجت تصورت معي وراحت، فبابا صار كل ما حدا يشوفه يقول له إيه ابني عنده 15 ألف روحوا تابعوه والله بجنن. فصار بلش الموضوع هيك، بعدين صاروا يدعموني يعني مثلا هلا لما يشوفوني انه ما منزل ستوري قالوا ليش ما نزل ستوري؟ شو اللي صار؟ والله بزعل منك اذا ما نزلت، فهمت؟ نزل غيث صار لك زمان ما نزل بوست، روح نزل بوست. صار يدعمني بالموضوع لان شافني انه انا حاب هالشيء. حلو. انا اول ما بلشت كنت على اساس انه اطلع، اجاني عرض انه اطلع مذيع تلفزيون. حلو. بس رفضته لان الوالد كان شايف انه ممكن انا والله كمهندس ديكور ابدع اكثر. حلو. فرفضت العرض تبع المذيع. اوكي وحاولت اشتغل مهندس بس ما حبيت الشغله. فبعدين اكتشف بابا انه لا هذا هوايته السوشيال ميديا، بيعرف يعمل ايديت، بيعرف يصور، مرتاح على الكاميرا، عم بيبدع بهالشيء، فخلص صار شاد معي هلا. طيب واهلي كلهم شادين معي، وتحيه لبابا مروان وماما حنان واختي لما وتيم اخوي الصغير هو اللي طلعني كمان، تيم اخوي كمان صغير وعنده متابعين كثير ما شاء الله، بنوجه لهم تحيه طبعا على الهواء مباشره، ونتمنى انهم يكونوا عم بيتابعونا الان. تيم اهلا وسهلا. عم بيلعب فورتنايت بتلاقيه هلا على بلاي ستيشن. بس ما جاوبني على السؤال اللي هو لو اهلك حكوا لك وقف سوشيال ميديا بتوقف؟ لو اهلي ما راح يقولوا لي، لو اهلي يقولوا ما بعتقد يقولوا لي، ما بدي افكر فيها الان، مستحيل بابا مستحيل يوقف بطريقي اذا انا بحب هالشيء، مستحيل. لو بقول له هلا بدي اروح اتزوج نمله بقول لي روح، فهمت؟ انه لدرجه انه سوي اللي بدك اياه انا معك. حلو. انت شو ما بدك انا معك، فمستحيل يفكر بهالشيء لان مستحيل يطلب مني. وهي بابا بس عم زت حكي عشان اذا فكرت لي بعدين اقول لك شو. طيب حلو، وهذا السؤال كمان موجه للصبايا، لكل الصبايا اللي عم يشوفونا هسه على اللايف او الان على اللايف، شو هي مواصفات البنت اللي بتحلم فيها اللي ممكن ترتبط فيها في يوم من الايام؟ والله شوف يعني انا اول شيء كنت افكر انه والله الجمال بس، بعدين فكرت انه اشياء تانية يعني، كنت كل تجربه اكتشفت اشياء ثانيه، فانه هلا تقول لي شو المواصفات، ما عندي مواصفات بس انه على القليل تكون نفس تفكيري، اخذتني على انه غيث ما يتغير لبعدين، انه ما يكون والله مثلا انا اخذته هيك لا لازم اغير فيه، فهمت يعني؟ انا كبنت انه ممكن تكون معي بتخيلها انه تكون فن، فهمت؟ انه تكون مرحه، جو ما عندنا شيء نكد، بس مواصفات كانه شكل مثل اي ناس بيقولوا لك يكون جسمه حلو شعره اشقر وعيونه زرقاء وابصر، شو ما في مشكله، في بنات كثير على فكره شعره اسود وعيونه سود وحلوين،
فما ما ما بعتقد هالشيء بيأثر يعني او بيهمني. فانه اي شيء اي شيء متفق معي. بتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله بتلاقيها فارسة الاحلام ونكون عندكم عيلة حلوة وهيك كلكم سرعة عالية وين عم بستنى. طيب احكي لي ثلاث صفات ما بتحبهم بحالك. ثلاث صفات ما بحبهم بحالي: عنيد لا الله كثير عنيد. اذا حدا يعني اذا حدا ضايقني بقطع له كرت على السريع، مع انه هذا الشيء ما بفتخر فيه، بالعكس هذا الشيء كثير غلط لان كثير بضر كثير بيأثر علي، بس انه خلص بسكر مخي. واوقات عصبي، يعني لما اعصب بعصب منيح. فهدول الاشياء ممكن اللي بتكون يعني اللي بحسه اشياء مش حلوه فيني كشخصيه. حلو. ومين اخر شخص حكيت معه على الواتساب اليوم؟ ما بعرف مين اخر شخص. انت قبلك كريم كريم محمد. جروب عاملين نحكي جروب العيل، يعني انا ساكن بالبيت مع شابين، فشابين بعرفهم من 17 سنه، وكمان اهل استافروا مع بعض فسكنوا مع بعض، فدايما عم نحكي مع بعض على الجروب. طيب غيد احكي لي شو ضافت لك الشهره بحياتك؟ اوف كثير اشياء كثير اشياء. يعني انا لو بشوف حالي مش مشهور هلا كنت شفت حالي هلا قاعد عم ارجل وعم بلعب تريكس بشي مكان بشي قهوه. الشهره عرفتني على ناس كثير، صار عندي معارف كثير وهذا احلى شيء استفدته. شغل جاب لي شغل منيح، صار فيني اوصل رسالتي لاي حدا باي طريقه، بس من طريق انه صور فيديو. فهمت؟ يعني مثلا فيني اقول للناس مثلا هالشيء، فيني اوصل لهم حكمه، فيني اوصل لهم رساله. فا ايه بتحس انه صار عندي جيش وراي. فهمت؟ فهذا الشيء لحاله بفرح، انه تمشي بالشارع مثلا والله الناس تعرفك، الناس اوه هذا غيث المصور، اوه هذا الزنخ انا بعرفه. اي شيء كان فهمت، بس له شيء حلو. بس طيب لو انتهى بيوم من الايام زمن السوشيال ميديا، زمن المدونين والمدونات، شو بيكون شعورك؟ نكد. تتدمر. اوف. لا لا اكيد اكيد برجع، شو ما حيفتح شيء جديد برجع بفتح بصور فيه، ما عندي مشكله يعني. ايه فالتلفزيون بطلع بصور السوريز على التلفزيون، بفتح قلم بصور السوريز على التلفزيون. فالشيء حيضل موجود وحبك لهذا الشيء دائما بضل موجود. طبعا هي هواي بلشت وحاليا هواي وشغل. طيب شو اكثر موقف محرج صار معك؟ بالسوشيال ميديا او بالطبيعه؟ بالطبيعه، موقف كثير محرج وما بتنساه ليومنا هذا ورح تحكي لنا اياه على الكاميرا. اوف. اوكي. في مره في مره كنت طالع انا ووحده، عم بتعرف على وحده جديد. يعني كنت طالع بديت انت وياها؟ مفروض اوكي. فالمهم كان معي انا سياره سبورت على اساس، وكم على اساس انه شايف حالي ومن الحكي. كان قبل ما اطلع بالسوشيال ميديا، كان وقتها لسه ما بلش السوشيال ميديا، عم بحكي لك اياه من 4 سنين، بس انا دائما لما يقول لي حدا شيء محرج بتذكره. فالمهم طالع معه بالسياره، فرحنا خلصنا مشوارنا ونحن راجعين. ونحن رايحين بتقلي انه اوه انا بحب السرعه وبحب الدرفت وابصر شيء، فهمت؟ فانا ضل ضارب مخي على الموضوع انه بتحب الدرفت، نحن قاعدين وين بدي اسلخ درفت، وين بدي اعطيها هيك لفه وين. فالمهم شفت شارع واسع، فطفيت التراكشن تبع السياره مشان تشوف، وطلعت طلعت فيها هيك بتحب الدرفت، ايه طلعت فيني هي ويدعسك ابو الغيث ومعلم ويشفط في الشارع، مش شارع انه بحارات، فهمتوا؟ فشحطت معي السياره وما لاقي لك الا بس باول رصيف، فهمت؟ وطلعت فوق السياره هيك، السياره تدمرت غايب او بدي كان افحر او الدرفت وسويه وعم بصير شو. فالمهم طلعت فيها هيك لقيتها هي لسه قاعده هيك مصدومه. المهم السياره راحت، وهذاك كان يوم وهذا كان يوم وما شفت فيها انتهت العلاقه. طيب غايت كثير انا استمتعت في الاسئله اللي سالتك اياهم، وبتمنى يكون معنا 3 ساعات مش 30 دقيقه فقط. رح نشوف اسئله الفانز تبعونك شو بعثوا لك ونرجع نسالك اياهم. هلا كل الاسئله اللي راحت كانت مني، فهلا حنبلش الاسئله تبعون متابعينك انت. اوكي. هل انت مخلوق طبيعي؟ شو أكثر شيء بتكرهه بحياتك؟ بكرهه بحياتي إنه ما يكون عندي شيء، إنه حس يومي فاضي، بحب أعجق حالي. أنا من الناس المعجوين، يعني لازم أبو عجقة يعني أبو عجقة بالضبط. يعني مثلا إذا 10 عزموني على فطور
العشرة بقول لهم اوكي وبيعجوا حالي بقول وين بدي اروح؟ ما عجب بشي بنت بالفترة الحالية؟ لا سؤال ممكن تتزوج واحدة من فانزاتك؟ ليش لا؟ اتزوج واحدة من فانزاتي يعني ما في الناس بيسألوني هالسؤال كثير انه عاد تتزوج واحدة من فانزاتك؟ هذا شيء طبيعي فهمت؟ بس انه ليش لا؟ هذا ما بعتقده انه في وجهة نظر يعني انه ما اتزوج واحدة منهم يعني ما عندك مشكلة بالفكرة ممكن ابدا يعني بالعكس من قدوتك في الحياة؟ كبابا اكيد الوالد مرة رسبت وخبيت عن اهلك؟ رسبت لا بس كنت خبي الشهادة كثير يعني كنت خبيها كان في مخبز تحت بيتنا كنت دائما خبي ال شو اسمه ورقة الامتحان بالعجين دائما احطه بالعجين قال لي وين بابا والله ما اعطوني اياها فاكتشف يمكن بعد سنة انه اعطوني شيء اربع شهادات وقتها كان يوم زبالة كثير انبسطت معك وكانت الحلقة ممتعة وبرجع بحكي بتمنى انها تكون 3 ساعات مش 30 دقيقة حبيب. شكرا لك على قبولك تحدي نائل واستمتعنا جدا فيك أكيد وكانت أكيد حلقة أكيد. ولا اروع ولا اونا بكره بموعد جديد وحلقة جديدة تصبح خير باي باي.